لما نقول نتعلق بالأرض مش معناتها نكون قاعدين بالأرض نتعلق فيها، فينا نكون ببلاد بعيدة ومعلقين بأرضنا الأم ونيجي نزورها بالسنة كذا مرة تضل محافظين عليها. برنامج العوافي وبيت الزراعة بأنطلياس توجهوا عن دكتور صخر سالم. دكتور صخر سالم طبيب موجود بفرنسا يلي بزور أرضه على طول لحتى يعالج شجر التفاح ويهتم بأشجار التفاح ويهتم بأرضه وتضل أرضه كأنه هو موجود فيها لو أنه مسافر على مسافات بعيدة. من منطقة حصية الأثرية يلي موجودة بجرد أرطبة، منطقة فيها كتير أثار ومنطقة فيها كتير تفاح، تحديدا نحن بجنينة الدكتور صخر سالم طبيب يلي عايش بفرنسا وكل سنة بيجي مرتين ثلاثة على لبنان تيهتم بأرضه. وهلأ أكيد معنا الخبير الزراعي الأستاذ غسان فغالي يلي عطول مستشيره بكل شيء بيختص بالتفاح، لأنه من الأوائل بلبنان يلي عطوا لشجرة التفاح قيمتها ومعنويات للناس اللي بتزرع تفاح. استاذ غسان ما بنشبع من وجودك معنا، بنحبك قد الدنيا وانت صديق عزيز على مجهودكم. الله يخليك. نحن هلا بارض او بحقلي على الطريقه التقليديه، في اشجار عمرهم 10 سنين، في اشجار عمرهم 60 سنه، عم تهتموا فيهم، عم بتشحلوهم، عم تعطوا للشجره حقها بكل شيء اهتمام، بس عم تعطيكم كمان مردود كثير مهم. هون بدك تخبرنا كيف لازم نوصل لناخد تفاحة كبيرة حجمها حلو طعمتها طيبة، كيف نقدر نبيعها بسعر منيح؟ نحن بالواقع صحيح عم نحكي انه بأشجار تقليدية ولكن هودي تراث. نعم. وهيدي التفاحة هي موجود منها تقريبا بتشكل 85% ل 90%، يعني معظم أشجار التفاح بلبنان هي مكونة من هيدي الأصناف يلي هي جولدن وستاركينج، يلي هي التفاحة الصفراء والتفاحة الحمراء. أدي عمرهم بلبنان هالتفاح؟ التفاح تقريبا فينا نقول بداية، يعني هالصنفين يلي كتير بنسمع فيهم، هالصنفين بلشوا تقريبا ببداية التلاتينات كزراعة نوعا ما تجارية، يعني للمردود التجاري بدأت بالتلاتينات ولكن موجودة قبل هلا، قبل هيدا التاريخ بكتير وأكيد بكميات أقل. طريقة الاعتناء من بستان للتاني بتختلف، والنتيجة بتختلف حسب شو بتحط بتلاقي. نحكي هون نتيجة الحب أو الكبر الحبة أو أكيد المحصول بيختلف من حيث نوعيته حسب كيف بتعتني فيه بالصيف، يعني الممارسات الزراعية يلي بيقطع لها البستان إذا كانت ممارسات زراعية جيدة ضمن إرشاد زراعي جيد أكيد رح تحصل على نتيجة جيدة، لبل جيدة جدا مثل ما عم نشوف هون، بنشوف بستان بنوعية كتير منيحة وأكيد هيدي بيسهل لك طريقة التصريف. يعني إذا ما نفوت أكتر تقنيا، هذا بستان مرشوف بشكل جيد بشكل منتظم بالوقت المناسب، وأكيد بنحترم فترة التحريم قبل الأقطاف، ما منرش فيها كرمال ما نترك ترسبات. هيدي من ناحية الرش. من ناحية العناية المباشرة بالتفاحة، في بفترة العقد ما بعد العقد نحن منجي على الشجرة منشوف قد ايه قدرتها عندها إمكانية تحمل من حب، وبالتالي منشيل الحب الزايد لما نوقع هذا التفريد، يعني هيدا هو التفريد. وهذا التفريد إذا ما كان معمول بطريقة سليمة أو بضمن أطر مظبوطة، أطر مظبوطة أكيد بتضر ما بتفيد لك. بس مثل ما عم نشوف نحن هون مفردين بطريقة مظبوطة، وبالتالي هالتفاح كله طالع بطريقة متجانسة، فينا نقول حجمة الأحجام كلها قد بعضها. مظبوط، فيك تعتبر لحد 85% من نوعية التفاح تعتبر بريميوم، والجريد بي يعتبر بال15%. ولما نقول بريميوم كواليتي يعني رايحة لنيش ماركت، ولما نحكي جريد بي يعني رايحة للأسواق الشعبية يلي بالمبدأ ما بتجيب مردود كتير كبير للمزارع. اوكي، يعني ساعتها فيهم ياخذون للخل يمكن للعصير، اذا ما بدهم ياخذون للاستعمال الاكل، يعني ساعتها بكون عم ياخذون بسعر واطي. مزبوط، ولكن للاسف اذا ما نحكي على امتداد الزراعه على بلبنان، فينا نعتبر انه معظم البساتين مش مثل اللي شايفينهم هون، عم نوصل تقريبا 15 على 20% كاقصى حد بالبريميوم كواليتي، والباقي عم بيكون للسوق الشعبي. منشان هيك
نحن بنبعت أكتر شيء على الأسواق الشعبية مثل مصر، مثل بعض الأسواق التانية المحلية، يعني للهول سيل ماركت، ما بتروح للريتيل ماركت. أوكي. وهون أكيد ما بيكون هالمردود كافي صح للمزارع. شفنا قبل مرة معلي لو قطشت حضرتك التفاح على الشريط، نعم، كيف بنعتنى فيه؟ ذات الشيء بيشبهوا بعضهم طريقة الاعتناء، يعني اللي عم بيفكر يعمل تفاح على شريط اكيد بده يكون منطقته تحت ال 1300 و 1000 و بالضبط على ال 1000 يعني ماكسيموم، يعني بس نقول كيف الاعتناء. التفاح على الشريط ما فيك تطلع فيه للمناطق الجبليه بسبب تراكم الثلوج، لان زراعه تعتبر مكثفه، عم تعملها عم تربيها بطريقه مكظمه. بقى بالشتاء بنعرف انه العوامل الطبيعيه بالمناطق الجبليه كثير قاسيه من هواء لثلوج، وبالتالي تلحق ضرر كتير كبير لهي النمط من من الزراعات المكثفة. مشان هيك نحن ما قلنا غنى عن طريقة التربية الكأسية اللي شايفينها هون، يلي هي بتتضمن تربية كأسية جزع مرتفع نوعا ما على الأرض بحدود مثل ما نحن شايفين هون بحدود 70-80 سنتي لبل متر، وحتى بالمناطق المرتفعة أكثر يلي هي بتوصل لل 1700-1800 متر مضطرين بلش بالراميفيكيشن، يعني بلش نفرع الشجرة تقريبا من المتر للمتر وعشرين لنفرعها. أوكي. شو الهدف من هيدا الشيء؟ ليكون التفرعات فوق مستوى الثلج، وبالتالي بنكون نوعا ما عم نخفف من الاضرار المتاتيه من يصير في تكسير يمكن. مزبوط صح مزبوط. عن التفاح شو بدك تخبرنا بهالبستين هون كيف عم تهتموا فيه؟ يعني كيف عم تيجوا تشحلوا؟ كل قد ايه بترشوا؟ لانه هذا بستين يعتبر نموذجي، يعني بعرف دكتور صخر سالم قد ايه حريص على البستين عنده، قد ايه حضرتك عم تعطيه الارشادات اللازمه، كيف عم بيكون الرزنامه لتنفيذ هيك بستين تيطلع الحبه الغير شكل؟ الرش اكيد بده يكون بمختصر مفيد، بده يكون بطريقه منتظمه بدءا من خلينا نبلش بالشتاء. بالشتاء الرشات الشتويه المعتاده يلي سبق وحكينا عنها، يلي هي بتتضمن المركبات النحاسيه اضافه للزيوت، يعني جلزاره والزيت، جنزارة وزيت. بنوصل لتفتح البراعم، تفتح البراعم بيخضع لمبيدات مختلفة عن الجنزارة والزيوت يلي هي مركبات أكثر مضادة للفطر، لأن بنعرف بيطلع كتير فطريات بالربيع، كون هيدي الفترة بتكون تمتاز بالطقس الرطب. صح. هون عم نحكي التبقع يعني الفطر. مزبوط. نعم. بنبلش بالتبقع يلي هو بيعمل بقحة سوداء على الحبة. صحيح انه التفاحه من نوع من يعني من داخلها ما بتتاذى، ولكن بتصير نوعا ما غير تجاريا صالحة. تجاريا منا كثير مرغوبه. بيرجع عندك ذنب الفار وتفتح الطربوش الاحمر وهول الاشياء كمان. كيف مزبوط مزبوط. لكن عندنا تفتح الزهر على التفتح هيدي الفتره اكثر شيء حساسه، هو بدنا ننتبه ما يقول العيار تما يهر الزهر. صح مزبوط مزبوط. ولكن هلا اصبحت كل الادويه اخذي هذا الشيء بعين الاعتبار، ادويه ناعمه تعتبر بالاسواق. ولكن بدي الفت نظر لشغله، انه مضطرين نغير تركيبه الدواء، عائله الدواء بين دواء والتاني. صحيح انه بين رشي والتاني. مزبوط. بين رشي والتاني المبيد الفطري، مش انه هيدا مبيد فطري مكافح مثلا للتبقع بنرجع بنعيده تاني رشي وتالت رشي، بصير في مناعه نوع من مناعه، والتالي بيصبح غير فعال، يعني مثل الحشرات ذات الشيء. وذات الشيء بالنسبه للحشرات، هلا اضافه للفطريات الرشات الاساسيه الاوليه هي بتكون لمكافحه المن، لمكافحه الاكروز، هيدي بتكون بفترات باكريه، يعني على تفتح البراعم على العقد بدنا نكون نحن تقريبا نوعا ما مخلصين مكافحة الأكروز، ومخلصين مكافحة الأكروز تحديدا لبيوض الأكروز، وتقريبا نكون رشين الرشات الأساسية للمن، خاصة المن القطني يلي ببلش بكير، والمن المنلفلف نحن بنسميه المن المستعصي يلي بلف الورقة. نعم. لما بتلف الورقة بتبطل صالحة للامتصاص، وصعب كتير بقى انك انت تعالجها بأي مادة تاني، لأن بتصير نوعا ما الحشرة مخبية حالة معمولة غلافة. مزبوط. الورقة بتلف لأنه عم بياخدوا هالعصارة والورقة عم بتجعلك. اكزاكت. يعني إذا رشينا ساعتها، إذا بدنا نروح على الرش الجهازي بيقدر يأذي الحشرة جوا، وهو منه كتير مستحب. مستحب لأنه بيترك ترسبات، بيترك ترسبات، ومجبور تخضع لفترة التحريم يلي هي تعتبر فترة تحريم طويلة أكثر. أستاذ غسان، رشينا الجنزارة والزيت على العود، تنصحهم يرشوا رشة قبل التشحيل ورشة بعد التشحيل؟ هلأ حسب الأوبئة الموجودة بالبستان،
إذا عم نحكي نحن مثلا مثل هون بستان نظيف ما في لزوم تكثيف الرشات النحاسية، بكفي رشة وحدة بالخريف كرمال مكافحة الحشرات والأمراض، وتحديدا لمكافحة المرض يلي بيجي الجرب، خاصة على الأصناف الجديدة بيجي نوع من جرب بسموه نكتريا جالينيا. هيدا كيف نقدر نشخصه؟ الجرب هو كناية بنشوف على العمد تقريبا مثل القشرة عم تقبع. اوكي، على العمد على الغصن يعني. على العمد الأساسي بنحس نعم. القشرة الأساسية بنحسها عم تقبع. يعني هون بدنا نروح على النحاسية كمان. مضطرين للأدوية النحاسية. بقى إذا ما عندنا من هيدا المرض ما منه مستفحل كتير بالبستان، ما في لزوم أكثر من رش. رشة وحدة بتكون كافية. يعني للي مستوهم من الرش إذا عنده تفاح أو إذا بده يعمل بستان تفاح، كم رشة عنا من وقت ما نبلش بعد الجنزارة والزيت، يعني من أول الربيع بصير في البراعم، لا وقت ما نيجي نقطة، لأنه في تفاح أوقات بينقطف مؤخر، تفاح بكير. هذا موضوع كم كتير رشة كتير كبير كتير متشعب تقريبيا. وقدي بين الرشة والرشة لنحكي بشكل سريع، في عنا الرشات الرشة أساسية لمكافحة التبقع بالربيع، من بعدها 15-20 نهار في رشة تانية كمان للرمد وللحشرات، وبعدين بيصير في عنا الرشات الخاصة بالعقصة أو ما يسمى سيراتيتس كابيتاتا يلي هي ذبابة البحر المتوسط، يلي هي تعتبر تقريبا 3-4 رشات. ولكن هون بدي أشير لشغلة. سؤال، ذبابة البحر الأبيض المتوسط تيجي مرتين، يعني مرتين بالسنة لازم نعالجها، في أول الموسم وفي بشهر 8 بعتقد. هون بدي أشير لشغلة حسب المرتفعات. نعم، يعني لما نكون نحن بمنطقة مثل منطقة البقاع ذبابة البحر المتوسط بتبلش بكير. أوكي. لأن بمنطقة تعتبر على 1000 متر، أو حتى بالجبل لما نكون نحن على مستوى 800 و1000 متر كمان بتكون ذبابة البحر المتوسط كتير مستفحلة وبتعمل نوعا ما جيلين وأوقات بتعمل ثلاثة. أوكي. وإضافة لذبابة البحر المتوسط بقية الأمراض والحشرات كمان بتكون مستفحلة أكتر، كل ما نطلع بالمرتفعات أكيد هالحشرات وهالأمراض بتخف نظرا للسقعة ولطبيعة الطقس المختلف عن المناطق الواطية. من شان هيك نحنا قد ما فينا منجرب ننصح قد فينا نستغل هالمساحة الموجودة المتروكة الموجودة بالجبل يلي هي بتشكل نوع من غنى للمزارع، من ناحية انه ما بدنا هالكلفة الكبيرة، ومن ناحية تانية منكون عم ناخد منتج سليم ما فيها الترسوبات القوية. كنت عم تقول فكرة أنا كده قطشتك عليها. نحن كنا عم نحكي عن المشاكل. صح. عن المشاكل المتعلقة بالتفريد وكيف ما نشتغل بطريقة سليمة لنطلع منتج سليم. مثل ما نكون شايفين هون، صحيح أنه عنا تفاحة بأحسن حالاتها على الشجر، ولكن هيدا ما بيعني أنه رح توصل للمستهلك بهيدا الشكل. صح. ولو هيدا الشيء مزبوط كان كل المزارعين لبنان طبعاً اغتنوا من التفاح. للأسف كل الطرق أو التدخلات الخاطئة يلي عم بتصير بالبستان هي عم بتسبب لانهيار هيدا القطاع وعم بتخفف من جودته ومن نوعيته. أولا مثل ما قلنا عملية التفريد هي شغلة أساسية، ثانيا عملية الرعاية بصحة الشجرة من السقاية من كيماوي هيدي شغلة أساسية، وبالتالي مثل ما شفتوا هلأ من دير منظار هيدا البستان في رزق فعلا، يعني الله مباركو مدروس مدروس 100%. بس منشوف كمان في بضاعة كتير رايحة للتلف لسبب عدم الرعاية المناسبة للشجرة. يعني منشوف أغلبية البساتين محروقة بالشمس. ليه؟ لأن في عنا ضعف بالري، عنا ضعف بالتغذية. ضعف التغذية المواد الصغرى كمان ما عم بيرشوها. مزبوط، إن كان الورقية إن كان التغذية من بالسيستم الري. صح. بقى وهيدا أكيد كمان بمطرح معين ما في كتير تلوم المزارع لأن كله أصبح غالي، ولكن نحن منجرب قد ما فينا نوصل له إنه قد ما بتحط قد ما بتلاقي. صح. بقى إذا كانت الرعاية وطريقة المكافحة مناسبة أكيد رح نوصل لمنتج جيد ويدخل نوعا ما مدخول إضافي للمزارع بالجبل. بدنا نرجع نشوف كيف منوضب التفاح بأي طرق، كان بسطولة أو بالقفاص أو بطريقة النيدا باي أو الفيول يلي حكينا عليهم هول ورا. هلا رح نقطع نشوفهم تاني محل. We'll be right back.
كيف منرش، كيف منهتم بالشجرة، كيف منشحلها. توضيب اللي هي أهم عملية تضل محافظين على التفاحة تتوصل للمستهلك بشكل حلو. نجاح عملية التوضيب مرتبط مباشرة بنجاح عملية القطاف. نعم. فعملية القطاف قدام نشوفها شغلة بسيطة، هي الأساس للحفاظ على منتوج سليم واصل للمستهلك. بقى قبل ما نبلش عملية القطاف لازم فريق العمل، اختيار فريق العمل يكون مدرب. أكيد لازم ندربه على مرحلة يوم يومين ونختبره ونقول له كل نعطيه الإرشادات اللازمة لأي طريقة قطاف مناسبة لازم يقطف كل صنف، خاصة مثلا أنه في عنا أصناف كتير حساسة مثل أصناف الجولدن، فإذا كانت عملية القطاف خاطئة في مجال عنا إمكانية لتلف كل المحصول القطفينه. أوكي. نين بتبلش عملية القطاف تواحد ينتبه أنه هالتفاح ما يتجرح، ما يتبين، ما يكل ضربات ويكون شكله عاطل؟ أول شيء مندرب فريق العمل. التدريب بيخضع أول شيء مثل ما قلنا لإرشاد مكثف، من بعدها بتخضع البنات اللي جاي تقطف منلبسها كفوف، لأن نعرف أنه البنات بيكون عندها الأظافر ممكن كتير تجرح حبة التفاح، وإذا جرحت حبة التفاح حكما بدها تسبب ضرر للحبة. نعم. القطاف بده يكون على مهل برواق، ممنوع منعا باتا نحمل 3-4 تفاحات نقطفهم بفرد كف، لان طبيعي بده يعطي كدمات على بعضها. يعني تفاحه بكل ايد ماكسيموم، تفاحه بكل ايد ما نحطها على رواق بالسطل. السطل بده يكون كمان مدروس، سطل يفضل انه يكون مبطن، وخاصه للجولدن يفضل انه يكون مبطن بسفنج بقماش بحيالله شيء، يعني بطريقه عافيك. بقى هيدا يعني حاطين له هالسفنجي، هيدا سطل نحن بنعمله لنكون واقعيين عم نستعمله للجولدن فقط. نعم. جولدن يلي تفاحة اللي بإيدك. جولدن مزبوط. هلا هيدي مثل ما شايفينها في عليها كدمات، في عليها كدمات. ولما نقول كدمات شو يعني؟ يعني هيدي هالطعشة الصغيرة ببساطتها هيدي هتعمل أسود بقى. عملت بدها تعمل أسود، ولما تعمل أسود خصوصا بالبراد بتوصل لمطرح تهر التفاحة. لا بلا تهر التفاحة، هيدي كناية عن جيوب أو الخلايا، خلايا اللي هي بتكون مشبعة بالماء. لم تطعش بهذه الطريقة، هي كناية عن خلايا فقعت أو خلايا أصبحت ميتة، خلية متماسكة مثل كل التفاحة، خلية جيوب كانت مشبعة بالماء أصبحت ميتة. ولم تكون ميتة شو يعني؟ يعني خلاص بطلت صالحة للتبريد. صح. وأكيد رح تنزع المنتج النهائي. يعني عم تنزع صندوقة ساعتها. تنزع الصندوقة. يعني هي تفاحة مهرية تنزع صندوق. أكيد 100%. هيدا السطل المبطن مثل ما شايفين السفنج عيل ميلتين، كتير أوقات إننا نروح نشوف كيف عم بيقطفوا يكبوا بقلب السطل ويكون سطل بلاستيك، أكيد هون رح يكون في كدمات على التفاحة. أكيد. السفنجة أكيد تمتصها الصدمة وما بيصير في عنا جو مع الكفوف حبنا. كمان بتخفف. طبيعي. وطريقة نقل التفاح من السطل كمان للعبوة النهائية أكيد بدها تكون باليد مثل ما لنا شايفين نحن هون. هون في عنا شيء جديد كمان ما بنشوفه دائما. أكيد نحن بمجرد ما نطلع من هالروتين نحن اللي عايشين فيه، لأن فعلا نحن فايتين بأنغروناج بعالم التفاح بشكل كتير مخيف. يعني إذا ما قدرنا نفكر شوية مثل ما بقولوا برات البوكس برات الكرة مزبوط. ما بنقدر، ما في سستينابيليتي بهذا القطاع. فنحن شو عاملين؟ عاملين هيدي هالخلايا الموجودة هون. فينا نسحبها نشوفها بإيدنا أو صعبي؟ فينا. هذه لو فضيني هون خلص. خلينا نرجع عنك. بقى هيدي الخلايا إذا بتشوف كل حبة بتكون لوحدها، منا دقة برفقتها. صح. هون أكيد كرمال النقل تما يكون هالتفاحة بيهز على بعضه، هيدي بتساعد كتير. نعم مزبوط. وبعملية التبريد كمان بتكون بتضل موجودة هيدي بزيت الصندوق بالتبريد. مزبوط. فينا عندك فراغات بين بعضهم. ايه. وإذا لا سمح الله مثلا التفاحة اهتارت ما بتهري رفقتها، لأن في مسافات. نعم. بين الحبة والتاني. وأكيد بهيدي العملية فينا
ناكد انه عندنا امكانيه انه ننافس بالاسواق المحليه اكيد، ولكن كمان عندنا امكانيه للمنافسه بالاسواق العالميه خاصه الاوروبيه يلي بيشتغلوا بالستاندار كتير عالي. بقى لما ندخل هيدي التقنيه البسيطه اللي منا كتير منا هالاختراع العظيم، ولكن هل يمكن الصندوق ما بقي ساعة مثل قبل، بس انه بالنهايه عم تحافظ على عم بضاعتك. اوصل لبضاعه تعتبر على 99% تعتبر بضاعه ممتازه، يعني نوعيه سوبر ممتازه. يعني هيدا التفاح اللي عم نشوفه نحن على الشجر ومبسوطين بنوعيته بطعمته على الشجر هون، فينا ناكد انه هيدي النوعيه واصله للمستهلك بطريقه سليمه. واكيد مثل ما على طول بنقول المردود المادي بيكون نتيجه لكل هيدي الجهود. فاذا كانت جهود خاطئه او طريقه عنايه بالتفاحه طريقه منا كثير مدروسه، حكما النتيجه مش رح تكون مرجوه. صحيح. الكاليبراج عند حضرتك لما رحنا صورنا من زمان شفنا كيف عم تعملوا هالكاليبراج، كيف عم تعملوا قياس كل تفاحه لحتى تعرفوا كل سوق شو بياخد. مزبوط. فينا نسميهم بلبنان شو اكثر تفاح بينطلب وتدريجيا لاخر تفاح؟ يعني اذا حكينا بينك ليدي او اذا حكينا الباكاي جالا او الجالا او الجولدن او الباقيه، بدنا ناخذ هالفكره هلا بلبنان. اذا انا اليوم بدي فوت على سوق التفاح، عندي ارض بدي ازرع تفاح، شو بتنصحني؟ هلا السوق اللبناني بعده معود على التفاحه الجولدن والستاركينج، لان خلص الذوق اللبناني معود على هيدي الطعمه. لما نقول تفاحه بنقول هيدي التفاحه الصفراء يعني هي الجولدن اللي معودين عليها، والتفاحه الحمراء الستاركينج. بقى هودي كاصناف اساسيه موجودين بالاسواق، ولكن ما بيمنع من التطور، ولكن مش بطريقه نستغني عن القديم اوكي بشكل كامل. هون عم يحكي لانه مرغوب، لانه مرغوب والسوق بعده موجود اوكي إيه، ولكن بعض الناس عم تطلبه. ولكن فينا نكمل او ندعم هيدي الاصناف القديمه باكيد باصناف جديده مطلوبه. ولكن بدي شير لشغله انه مش بالسهوله لما نعمل برودكت جديد نقدر نعمل له بنتريشن للماركت يقدر يفوت على السوق. ايه، لان السوق ما بيكون معود عليه. منشان هيك مهم كتير نعرف شو عم نختار، اي صنف لاي سوق. اوكي، يعني هون اذا نحن عم نحكي بدنا نعمل بستين لازم نشكله ساعتها، ما نضل ما نزرع القديم كله، نضل نشكل ليكون عندنا اصناف جديده. التشكيله اول شيء ضروريه من ناحيه تقنيه للتذكير. نعم. ولكن كمان مهم كتير التشكيله كرمال اداره البستين، اداره الاقطاف، ما نكون مثل ما عاده انه مثل هلا كل العالم معجوقه بالاقطاف، بدل ما تكون عم تقطف شوي ورا شوي ايه صنف قبل صنف، فرق ما تكون عم مجبور تقطف كل الموسم مع بعضه. شغله ثانيه، التفاح اللي من جوا لونه اسود او احمر شو وضعه؟ التفاح هيدا صنف مختلف كليا عن الاصناف يلي هي التفاحة بوم أكروكي، هي أصناف أكتر شيء بنستعملها بيستعملوها للعصير للسيدر. صار في منها بلبنان شيء قليل، حتى عالميا منها كتير مرغوبة، هني عادة بس عم بيدخلوها كرمال لون العصارة، لون لون العصير لون يطلع لونه لون العصير. بس بعد عنا زراعته كتير محدودة، يعني من هالمنطلق ما بنقول كتير روحوا عليها، لأنه كتير ناس عم بيسألونا عنها إنه إذا مرغوبة ولا لا. بس طعمتها نحن علينا بحيالله سيليكسيون فاريتال تكون مرتبطه مباشره لاي سوق. تفضلت وحكيت مثلا البينك ليدي، البينك ليدي صنف كتير ممتاز، ولكن ما فيي انا اقول بمنطقه على 1005 1006 روحوا زرعوا بينك ليدي، مش ما بتمشي بس لتستوي بيكون نزل الثلج. يعني أوكي. على 1006 بدها تنقطف بينك ليدي مثلا ب 15 نوفمبر، 15 نوفمبر نحن وين؟ اوكي، ما لنا كثير براكتيكال. بس لما نقول مثلا جالا لما نزرعها على 1005 و1006 ونقطفها بآب، هيدي بنفت عم تنزل بكير، عم تنزل بكير، عم بتطلع مردودك مزارع، عم بتخفف نوع من شوية رشوش. صح. وعم بتطلع صنف القالة بالمناطق الجردية عم تعطي نتيجة كتير مهمة، وعندها إمكانية أن تنافس مع القالة الموجودة بالعالم ومعروفة بالعالم. عم بتلاقي كتير قبول من ناحية المستهلك. ليش عم بتنافس؟ ليش عم تكون أحسن؟ لأن تربتنا ولا لأن الطقس عم بيساعدها؟ عندنا طقس فيه طقس عم بيساعد. نعم. طقس عم بيساعد
المناخ الجبلي يلي هي عم هالمناخ اللي عم يعطي نوع من فروقات حرارية بين الليل والنهار، هيدي بتعطيك ميزة للمنتج. يعني عصارة التفاح بتكون مختلفة عن التفاح الجاي من السهل. أوكي. بتحس نوع من مزيج بين هالسكر والحموضة، وهيدي بتميز التفاح الجبلي. إضافة قوي مظبوط، إضافة لصلالة التفاحة يلي بتكون موجودة بالجبل، بتتحمل أكيد تخزين لفترات أكثر. سؤال دايما بيسألونا إياه، أحسن من قشر التفاحة ونيكلا؟ هلأ بالواقع كل الخصائص الغذائية موجودين بالقشرة، خاصة هيك أنا عم بسألك تتوضح لنا. كل الخصائص الغذائية كلها موجودة بالقشرة، بقى لا أكيد منفضل أنه تتاكل مثل ما هي، ولا بل بدي روح أكثر من هيك، الحب الموجود البيبان الموجودين بقلب التفاحة هيدي كمان عندها خصائص غذائية كتير كبيرة، من فيتامينز لمينرالز، مهم كتير كمان إذا بيقدر واحد، مش عم نقول على طول، بس إنه مرة بهالعمر إنه واحد يقرقش له حبتين، لازم ما تنبلع تتقرقش، مثل بذر العنب. بذر العنب لأنه فيه فيتامين أو كتير بده يتقرقش حتى يتاكل، كمان بذرة التفاحة ذات شيء. شو بدك نورنا بعد عن التوديد، عن التخزين، لحتى يكون حدا واصل لعنده الواصل التفاح للمستهلك بطريقة كتير منيحة حتى يعطي مردود، وشو الحلول؟ لأنه هالمشاكل كلها هاي الحلول عم نحكيها، شو بعد فينا نعمل؟ هلأ التوضيب مثل ما قلنا بشكل عام لازم يكون توضيب سليم، الهاندلينج بده يكون فيه سوفت هاندلينج للتفاحة كرمال الكدمات، البراد ما بده يكون مليان كتير أكثر من طاقته لحتى ما يعمل له مشاكل. مظبوط، بس هون كيف فينا نعرف؟ أنا أخذت في حياتي عن شخص عنده براد حاطط زيادة عم بيتحمل. في دراسة علمية بتحدد لك قد ايه كمية التخزين. لا هي مزبوط، سعود أنا كشخص عم حط في حياتي عنده، كيف بدي أعرف إذا عم يلتزم؟ الإستوريك. أوكي نعم، إذا صيته منيح. إذا صيته منيح بتمشي فيه. أوكي، والصيت دغري ببين، أنت هون بلبنان يعني 100% ضايعة صغيرة. هلأ التوضيب بدي الفت نظرك لشغل التوضيب، بده يكون مرتبط مباشره لاي سوق رايح، مثلا اذا رايحين لمصر، لمصر، مصر رايح بالمبدا تحب البينك ليدي، مصر المصر اكثر للتفاح التقليدي اللي هو الجولدن وستاركينج. مصر ما في انا بين مزدوجين اتفزلك كثير بالتوضيب، لان رايحين على الاسواق الشعبيه، وبالتالي ما في حط كوست كتير عالي على التفاحة، لأن المردود بده يكون قليل. يعني ما فينا نحط مصاري كتير، كلفية كتير كبيرة على التوضيب. نعم. من شان هيك نحن منروح مثلا بالبلاستيك، العبوات البلاستيكية يلي هي عادة بتكون يا 12 14 أو 16 كيلو، منجرب ما نعرب تعريب كامل، يعني ما بحط قياس الستة لحال، قياس السبعة لحال. نعم. أو قياس الثمانية لحال، هيدي ثلاث قياسات يلي هي أكتر شيء موجودة بإنتاجنا، هيدي عادة بتكون مدمجة سوا وبتروح على السوق الشعبي. هيدا بالنسبة لمصر. سوق الخليج لا، مختلف نوعا ما. سوق الخليج بدك توضيب مختلف، لأن رايح لريتيل ماركت ومجبور تكون up to standard. بالمبدأ منروح على توضيب، هون مضطر بده يكون عندك فاسيليتي ضمن المواصفات بطريقة توضيب، كرمال تقدر تعبي المواصفات المطلوبة. من شان هيك مثل ما شفنا هذيك المرة، في مكنة خصوصي للتعريب لتعرب كل صنف لوحد، كل قياس لوحد. هي موجودة عند حضرتك؟ مزبوط، كل قياس لوحد وكل لون لوحده. أوكي. ايه. بقى هيدي عم تساعدنا كمان لنفوت على أسواق جديدة. الخليج أسواق تقليدية مزبوط موجودة وعم نعزز حضورنا فيها، إضافة لأسواق أخرى بالفار إيست بأفريقيا، كمان عم نجرب نكون بالمستويات الأوروبية والعالمية كرمال نفتح أسواق جديدة إن شاء الله. عطول هيك عندي شغلة، شي بحزنني كتير لما أشوف بستان مثل يعني هون بفرح أكيد بستان كتير حلو، وعلى بعد أمطار عنا بستان مهمل متروك، أهله ما قدروا أو أصحابه ما قدروا يهتموا فيه نظرا للكلفية اللي كانت عم بتصير. هالبستان الموجود تفاح المتروك على الشجر عم ينهار، شو عم يهر بالأرض، شو بتنصحهم؟ يعني بيتركوا هالتفاح بيصير سماد، بيعمل مشاكل أمراض، بيجيب برغش، بيعمل من شو لازم يعمل؟ هلأ أنت رك هالبستان وحب عليه. هلأ الحلول لطويلة الأمد هي مهم كتير ينعمل نوع من كلاسترينج، يعني
اوقات كتير بتشوف جنين صغيره 1000 2000 متر حكما منا مردودها يعني منه عالي منه عالي وبالتالي مضطر المزارع يشتغل شغله ثانيه وسنه بعد سنه وجيل بعد جيل حكما هالجناين بدها تنترك. مهم كتير ينعمل نوع من كلاسترينج اداره وحده لهال البلوتس سمول بلوتس يكون في اداره وحده وبالتالي هالجناين الصغيره بتصير تقريبا مزارع كبير عم بيدير كذا جنين صغيره. هيدي الحلول على المدى الطويل. هلا الانتاج الاني الطالع شو بينعمل فيه في جاوب بطريقه سريعه يلي هي الخل ممكن العصير. يقدر واحد يستفيد منه العصير ممكن يقدر يستفيد منه السماد ما كتير محبب لان كمان صحيح انه بيطلع عندك كومبوست لو كواليتي ولكن بتعمل نوع من عفونه كمان بالشلش. استاذ غسان يعطيك الف عافيه دائما الحديث معك ما بينشبع منه. ان شاء الله تكون عندنا مقابلات بالموسم الجاي تنحكي اكثر واكثر ويكون مشاكل التفاح اقل عن هالسنه. يا رب يعطيك الف عافيه والله يقويك. ثانك يو. ما في احلى من الانسان يتعلق بارضه. بقى كيف حال اذا هالانسان مسافر ببلاد بعيده عن لبنان وعم ينجبر يجي كل سنه تيهتم بالارض وبيجي بالسنه مش مره كذا مره تيراقب ارضه على كل مراحل الاعتناء فيها تضل محافظ على ارض غنيه منيحه. مش الهم تعطي مردود مادي، الهم يحافظ على التراث اللي عطوه اهله ويكمل وهو كمان من بعدها يهتم فيهم لاولاده. دكتور صخر سالم اكبر مثل على الانسان يلي متعلق بارضه. دكتور صخر سالم طبيب بفرنسا بيسافر بيشتغل برا وبيطل على لبنان وارضه ما بيتركها لو شو ما صار وقلبه معلق فيها. ونحن حضرتك صديق عزيز على قلبي بحبك قد الدنيا بتعرف وحبيت اجي لهون لانه قد ما بعرف قد ايه بتهتم بارضك قد ما بعرف قديش متعلق فيها بذات الوقت عم تترك شغلك بفرنسا كذا مره بالسنه على مراحل لتيجي تطلع على هالارض ومثل ما شفنا بعدنا الارض حلوه كثير طافه حلو لعتنا بالشجر حلو. هون بدي اقول لك قديش معلق فيها وليش عم تعمل هيك؟ تاريخ الارض نحن هون انا من عمر الخمس ست سنين كنت اجي صيف عن جدي كان عنده جنينه هون قدام شوي ما كان في طرقات هون كنا نوصل اما مشي اما على الدواب. هون بدنا نحكي باي منطقه مزبوط نحن هون موجودين بمنطقه حصية يلي هي جرد ارطبه صح بين ارطبه والشربيني يعني بين اللؤلؤ وارطبه هالمنطقه الاثريه هذه هون المنطقه الاثريه فيها اثارات رومانيه وفيها اثارات كمان ضيعه قديمه هون كانوا سكان ارطبه قسم منهم كانوا ساكنين هون نعم وقت اللي صار زلزال بالقرن التاسع عشر اضطروا ينزلوا على ارطبه لتحت وبعد في لحديت اليوم بيوت مهدودة وفي كنيسة أهم شيء اسمها كنيسة مارلياس حصية يلي هي ملك البطريركية المارونية بعد هالكنيسة أثاراتها موجودة وللأسف ما حدا مهتم فيها إن شاء الله قريبا الله يهدي البال ويصيروا يهتموا بكل شيء يا رب. من وراء هيك بعتقد حضرتك عملت كنيسة بأرضك ايه عملنا كنيسة لأنه كانت أمنية الوالد نعم ايه وعملنا كنيسة وسميناها كنيسة مارلياس على اسم الكنيسة القديمة نعم بلشت بأرض صغيرة خبرنا كم متر كان عندك وكيف كبرت وشو الأصناف اللي عم تزرعها تضلك محافظ تحديدا على أصناف التفاح اللي نحن اليوم هون كرمال هالموضوع مزبوط. الوالد أعطاني كمية من الأراضي ما بعرف بالضبط قديه بس يعني يمكن حوالي 10,000 متر كمساحة عم نحكي كمساحة ايه بعدين أنا اشتريت على مراحل بالأخص تقبسته هو بحب الارض كان الله يرحمه كان معلق بالارض هون وكان كل ما صار في بيعه ارضي قال لي يلا تعا اشتري لي هاي واشتري لي هاي. المهم كبرنا الاراضي شوي كانت هون المنطقه معروفه بالتفاح وبالفعل عندنا نحن هون على 1400 متر كانت التفاحه بالماضي احسن بكثير من اليوم لانه اليوم مع الاحتباس الحراري صارت التفاحه ما بيجيها فتره سقعه طويله ما بيجيها فتره سقعه
وانت بتعرف انه التفاحه بدها 800 ساعه ساقعه. هلا في عندنا بعد موجوده، لكن الحراره اليوم نحن باول تشرين وبعدنا الحراره 28 اليوم، صحيح، والتفاحه ما بتحب هالشيء. لذلك هاي المنطقه معروفه بالتفاح، جدي كان مبلش اول واحد هون زرع، وانا وصغير تعلقت بالارض من وراء جدي بالاساس. وعندي جد تاني بالعقوره لانه الوالد من العقوره، من بلد والدتك، اي كمان عنده كمان تفاح كتير، كنت روح كتير لعنده وساعده بالتفاح. بقى ربيت على فكرة التفاحة، بس ما منعتني اني ادرس، نعم، تبعت وكمل دراستي. بالعكس يمكن ساعدتك بالدرس، بنحكي اذا كان الوالد يعني كان نوعا ما، لا كنت مش ما ساعدتني كتير بهديك الوقت. اوكي ما كانت المسافات كبيرة. نو انا ساعدت التفاحة اكتر من التفاحة ساعدتني. خي هاي خبرية حلوة مش غلط ابدا. لذلك انا متعلق بها. اي سنة تركت لبنان؟ تركت لبنان بالحرب 75. وبعدني لهلا برا، يعني احسبهم قد ايه صاروا؟ صاروا يعني 45 سنة، يعني فترة كبيرة، 47 سنة. نعم. بس طبعا بيجي كل سنة كذا مرة، تطلع على الأرض وانتبه لها. وعندي من ورا بعد ما توفى الوالد عندي ناس بيشتغلوا لي، يعني وعندي شخص على طول كل السنة موجود بهالأرض، حتى بالشتاء كل يوم بيطلع عليها بيشوف في فيران، في أمراض، في كوارث، في حفة نازلة، في قصص، وأنا على اتصال يومي معه وكذا مرة بالنهار، يعني أوقات أربع خمس مرات شو ما بيصير بيتصل، صار معنا هيك شو بنعمل، بنسقي ما بنسقي، بنرش. وطبعا في أستاذ غسان الغالي، حبيب قلبنا أستاذ غسان، أكيد هو يلي عم بيشرف تكنيكمون على الأرض، يعني نعم. هو موجود على الارض وبيعرف شو لازم. انا مش كل يوم بطلع على المواد اللي مسموحه بلبنان، صح، دونك هو بيرشدنا، بيعطيني الاربيه حتى بيودي ليهم لهون، يعني بيودي الاربيه لهون نحن بنستعملهم حسب تعليماته، حسب تعليماته وارشاداته. يعني هون فينا نعتبر بارض حضرتك مش موجود فيها دائما. كم كعب تفاح عندك؟ عندي شيء 2500 كعب كلهم على بعضهم. 2500 وعم تيجي دائما عليهم حتى تهتم فيهم؟ ايه طبعا، يعني مثل الاولاد 100%، ما فيك تيجي تنصب شجره وتحمل حالك وتفل. بعدين مش بس عندي تفاح، عندي كان شويه كرز، في عنا شويه عملنا غابه ارز كمان كذلك الامر، مش بس انه قصه نهتم بالتفاحه، نو في غير مزروعات كمان فيكها، بس كمان زرعنا غابه ارز لانه بدنا هالمنطقه تضل خضراء. بدنا ننتبه كمان على الجبال ما يتحفروا للاسف، قد ما فينا كمان في جبال عم تتحفر حوالينا. هلا شفنا هيك شغلات شيء بوجع القلب، يعني جبل انا بعتبره بدعه جيولوجيه للاسف عم بيتحفر، مشان ينعمل ما بعرف مشاريع عمرانيه باخر الدنيا، لا في مي لا في طرقات لا في شيء. ما بفهم انا كيف هالدوله او المسؤولين عم بيسمحوا بهيك شغلات. هذا الشيء مزعج جدا، وحتى صراحة هذا الشيء يعني أزعج أولادي كتير. لما اجوا آخر مرة يعني قالوا لي نحن ما بقى رح نجي نشوف هالمناظر هيدي، بقى اضطريت أني أرجع أرتب الأجواء معه وكذا، يعني هالشيء هذا بيجرح. يعني هون نذكر دكتور صخر سليم، عنده ابن طبيب وبنوت طبيبة، وكمان عنده بنوت محامية، فقالوا أكيد يعطيهم ألف عافية. عندي بعد شغلة بالنسبة للأرض هون، شفت عندك بير كتير كبير، يعني حتى عم كل المي عم تنتبه له، ما عم تحفر أبار، التلج عم بيدوب، عمل له محقن أو مخزن كبير لحتى ما تصرف مي من الطبيعة. مثل كل المزارعين هون أغلبيتهم، يعني بالعقورة وهون عم نعمل بحيرات مي. نعم. هاي البحيرات المي بتخلينا نجمع مياه التلج والشتاء، بنجمعهم تنسقي فيهم بالصيف. نعم. الابار انا ضد فكره الابار الارتوازيه، صار لي ظروف اني اعمل ابار وعندي كذا مطرح كان فيني اعمل، لكن انا ما حبيت هالفكره هي. لذلك بفضل هالمياه السطحيه نستعملها تما تروح على البحر، ونخلي المياه الجوفيه لغير مواضيع، يعني اهم، مشان السكان، مشان الشرب، مشان كذا. للاسف غيرنا بفضل يروح على البئر. كم ألف لتر الخزان؟ عندي خزانين، عندي واحد هون بعتقد بساعة حوالي 2500 متر مكعب كمية، وفي واحد أعلى شوي بساعة حوالي 8000 متر مكعب.
وهذا بنسحبه بنبريش من فوق لهون، في عنا فرق ارتفاع دينيفلي 150 متر. هذا بيسقي المنطقة هون وبيسقي جنينات تانية. عندك ضغط مي قوي ساعتها. بتوصل المي قوي. يعني من 2500 شجرة تفاح لبيت كتير حلو الله يوفقك فيه، معمره حجر حجر، شيء كتير رائع يعني. بعدين قررت أعمل كنيسة، طلب الوالد لما كنت عم بحكي معك دمعوا عينيك، يعني كتير تأثرت أنا قديش حسيتك بس جبت سيرة الوالد قديت ضيقت وقديش قدرت تنجز شيء يلي طلبته، اللي طلبوا منك يعني الله يرحمه. فشو بدنا لك، خبرنا عن الكنيسة كيف عمرتها. الكنيسة هي لأنه الوالد كان متعبد كتير لمرلياس، وهي المنطقة اسمها حصية وفيها كنيسة اسمها مرلياس حصية. هالكنيسة ما يعني أهملت، بقى طب ما ندخل بالتفاصيل، جربنا نرجع نرممها لكن ما توفقنا بهالموضوع. قررنا ساعتها نعمر هون كنيسة. هالكنيسة الفكرة الأساسية هي نرجع نعيد، هو بي اللي حط وقتها فكرة انه إعادة مرلياس إلى موضعه، إلى حتى هو مسقط رأسه، بس هو مش مسقط رأسه. وكانت أمنيته تعمر من حجار من أرضه، لذلك عندنا أرض فوق فيها الحجر، حجر كتير حلو الحجر مميز. ما كان في طرقات هون وما كان في إمكانية إنه ننقل الحجر بسهولة، بقى في ناس ساعدوني بنقل الحجار، كانت صعوبة كبيرة وشقينا طريق، خاصة تجبنا صخور من فوق بعيد من هون شي كيلومتر. نعم. وجبناهم لهون، كل الكنيسة انشغلت هون قدامها. حلو. كل حجر تقصب هون حتى القناطر، وإذا بتلاحظوا الكنيسة في عدة ألوان الحجر، لكن هذا نفس الحجر بتكسره في 3-4 ألوان. أوكي. حتى الأبيض يلي هو على الباب هو كذلك الأمر نفس الحجر. حلو. أوكي. هيدي الفكرة الأساسية تبع الكنيسة، إنه تنرجع نحط مرلياس بمنطقة حصية يلي قبل ما تعملت كنيسة أرطبة يلي هي رائعة جدا. لكن هيدي الكنيسة هي تو سامبلمون لهالمنطقة الصغيرة يلي هون اسمها حصية. صح. دكتور صخر سالم، أنا بحبك قد الدنيا، أنت صديق عزيز على قلبي. الله يرحم والدك. الله يخليك. وخلي لك زوجتك وولادك، لأن بنعزهم كثير وبنحبهم كثير، وأنا كل ما بروح على فرنسا بكون باستضافتك هنيك، على طول بتهتم فينا يعني. شكرا. بنحبك قد الدنيا، وإن شاء الله على طول ناس تاخذ الفكرة اللي عم تعملها حضرتك، تضلها بأرضها لو مسافرة، طالما أرضنا هون وقلبنا هون فينا نسافر ونروح على كل الدنيا ونضل نقدر نهتم بأرضنا. طبعا طبعا، أنا بتمنى إنه أولادي يكملوا إن شاء الله، ما بعرف، بس كمان بحب أقول إنه بزيادة عن اللي كان أستاذ غسان يساعدنا فيه، ما بننسى قد إيه أنت كنت كمان تساعدنا، هذا واجبنا، وكنت الكامل بالأدوية والأسمدة كنت دائما حدي، وأنا بشكرك كمان. الله يخليك. أوكي. مرسي دكتور، الله يديمك بصحتك. الله يخليك، ضلك بصحتك، وإن شاء الله قريبا نكون عندنا لقاءات مع حضرتك. شكرا. بالموسم الجاي لنشوف التفاح عندك شو عم يعمل. إن شاء الله خير. يعطيك العافية. Oh, 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 oh,